مستحيل يقدر المواطن الجزائري البسيط يوفر جميع مصاريف الدخول المدرسي وكبش العيد ولباس العيد. خوتنا مسلمين، ما واحد يذبع ولا واحد ما يذبعش، كما نقولوا كاع نترفدوا، كل واحد يعطي الواحد، وهذا ما كان اختلاسي شحال نقول لك. والدخله تاع المسداديه ان شاء الله يكونوا الادوات يكونوا كما نقولوا حبطوا لهم السعر تاعهم. طبليات كما دوك انا ساهم تاع 120000. المواطن البسيط يلزم يتحيل ويدير اولويه. كبش العيد ماشي اولويه، الاولاد يلزم اللي يقراو يلزم يحضر لهم الادوات المدرسيه. باينه فيها سلف كما العوام اللي فاتوا، فيها سلف ويا حليل زوالي، هذه هي.